السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيكون يا جماعة هو مش فيديو جديد قوي، عن حاجة انا جربتها وعملت عنها فيديو. هسيبه لكم اللي فوق هنا علشان لو حابين ترجعوا له. المنتج اللي انا جربته ده وهو سيرو بايب هير سبراي، مش عارف شايفينه ولا لأ. وكنت قلت عنه ان في خلال 20 يوم فعلا هو وقف لي التساقط اللي كان عندي، وكان على التوازي في 2 اصدقاء راجل وبنت بيجربوا المنتج ده معايا في نفس التوقيت، واحنا الثلاثة اجمعنا على ان المنتج ده ممتاز. هقول لكم، انا كنت يعني وانا بعمل عنه الفيديو او الريفيو قلت ان في خلال 20 يوم وقف لي التساقط، لكن ما عملش حاجة تاني، يعني ما عملش حاجة تاني غير ان هو وقف التساقط او خلى التساقط طبيعي جدا. طيب، وكنت اتكلمت عن سعره، هو سعره 150 جنيه، للي حابب يعرف سعره. في شامبو نفسه لسيرو بايب ده هنتكلم عنه بعدين في حلقه لوحده لانه حلو برضو. الجديد اللي انا جاي اقوله لكم في الفيديو ده، الفيديو اللي هحاول انه يكون قصير، يعني هو ان انا بقول لكم تجربتي مع سيرو بايب ده بعد استخدام 3 شهور متواصل يوميا بستخدمه مره واحده. استخدمه بقالي 3 شهور والازازه بتاعته اللي هي 200 ملي لسه فيها اكتر من تلتها، عامل زي السجاير الكليوباترا السوبر بصراحه، يعني ما بيخلصش، يعني انا حاولت اخلصه ما عرفتش الصراحه. سيبنا من حته الكميه دي، ان هو كميته كويسه. طيب، ايه تاني مميزات اللي فيه؟ بعد شهرين فعلا ابتديت احس ان شعري بقى اكثر سمكا، اكثر حيويه. ما اقدرش اقول ان هو ينفع للصلع الوراثي، هو مش للصلع الوراثي يا جماعة خالص، هو لتساقط الشعر العادي او تساقط الشعر الناتج عن اي حاجة غير الصلع الوراثي، يعني الناتج عن سوء التغذية، الناتج عن التلوث، الناتج عن اكتئاب، الناتج عن اي حاجة، ولكن مش للصلع الوراثي. لو حد بيستخدمه للصلع الوراثي ممكن يستخدمه كعامل مساعد، ولكن مش عامل اساسي. ريحته تحفة، ريحته انت ممكن لما تحطه ما تبقاش محتاج تحط بيرفيوم، صراحة ريحته جميلة جدا. ايه برضو الميزة اللي عجبتني فيه؟ ان هو سبراي مش بيزيت الشعر، انا دي حبيتها جدا فيه، ان هو مش بيزيت الشعر، وان هو الروتين بتاعه برضو مرة واحدة في اليوم. ده بالنسبة لي روتين كويس قوي، ان انا استخدم حاجة لمرة واحدة في اليوم. فالصراحة من افضل سبريهات الشعر اللي ارشحها لكم يا جماعة. انا عادة ما بحبش ارشح منتج بعينه، ولكن المنتج ده او السيرو بايب ده فعلا محترم، حقيقي محترم. انا مش الشركة مش دفعالي فلوس، او مش مثلا انا لي حد شغال في الشركة فجاي اقول عنه ان هو حلو، لا انا ما اعرفش اساسا الشركة ومليش اي حد فيها، ولكن انا جربت ده استخدام شخصي، سواء صديقي الراجل عجبه جدا، هو كان عنده تساقط شعر يعني تساقط شعر عادي غير وراثي، يعني جاب معاه نتيجة كويسة جدا. صديقتنا البنت برضو اللي جربته برضو عجبها جدا وجاب معاها نتيجة ممتازة جدا وشكرتني عليه اصلا. فعلا منتج حلو وكميته كويسة. طريقة استخدامه ايه؟ هو بخاخ زي ما انتم شايفين كده، بنرش على فروة الراس، يعني هو بيبقى مكتوب عليه 6 بخات، ولكن يعني لا، يعني انا ما برش 6 بخات، ده قليل جدا. انا برش مثلا 10 بخات، في حاجة في الرينج ده، على حسب ما انت طبيعة الشعر وكده. بنرش وبندلك بالاصابع اليد، مش جامد، تمام، يعني تدليك خفيف كده، تمام، وبنسيبه، تمام. ممكن ننام بيه، ماشي، هو ليف ان، يعني انت مش بتغسله، تمام، يعني مش بنغسل الشعر بعديه، هو انت بتحطه وبتسيبه. ده كان السكند ريفيو او الريفيو المتقدم لتجربتي مع سيرو بايب بمنتهى الامانة لمدة 3 شهور. منتج حلو ممتاز جدا، عجبني جدا لو حد عنده تساقط. ولو عجبكم الفيديو ده او جربتوا انواع تانية من سبريهات الشعر ممكن تكتبوا لنا تحت في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ده ممكن تعملوا لنا لايك من زرار اللايك اللي موجود هنا، وتشتركوا معنا في القناة من زرار السبسكرايب او الاشتراك اللي موجود تحت هنا، وتفعلوا علامة الجرس اللي جنبه علشان توصلكم اشعار باي فيديو جديد
نعمله. اتشرفت جدا انكم شفتوا الفيديو، واشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج اكسبيرمنت. السلام عليكم.